اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك أمس مئير إيتينجر حفيد الحاخام كهانة الذي اشتهر في الماضي بعدائه للعرب للاشتباه بأنه المسؤول عن تنفيذ عدة عمليات عنف ضد الفلسطينيين كجزء من خطة التمرد التي تهدف إلى إثارة غضب الفلسطينيين وإسقاط السلطة في إسرائيل. التفاصيل مع مرعي مري. تمدد المحكمة الإسرائيلية اليوم فترة اعتقال المدعو مئير إيتينجر حفيد رئيس حركة كاخ اليمينية المتشددة سابقا الحاخام الراحل مئير كهانة. اعتقل إيتينجر يوم أمس حيث يشتبه جهاز الأمن العام الشباك بوقوفه وراء عملية إضرام النار في كنيسة الطابغة شمالية بحيرة طبرية في حزيران يونيو الماضي. حسب رأيي الكلام يدور حول اعتقال من أجل الإعلام فقط، وكان قد صدر في حينه أمر إداري بإبعاد إيتينجر عن مناطق الضفة الغربية ومحيط القدس لمدة عام للاشتباه بضلوعه في نشاطات تنظيم لهذا اليهودي المتطرف. يستشف من التحقيقات أن إيتينجر ابتكر خطة تمرد تشعل الشرق الأوسط وتؤدي لفوضى من شأنها إسقاط النظام في إسرائيل، وذلك لتحقيق قيام مملكة إسرائيل. ملك إسرائيل، لست أنا من قال، بل التوراة. بيت المقدس كهنة ملك إسرائيل، هذا لن يكون نظاماً كما هو اليوم في الدولة. يتم ذلك بإثارة اضطرابات في صفوف الفلسطينيين حيث تكسر القواعد وتغير الوضع القائم، ما يفقد إسرائيل قدرتها على السيطرة فيزعزع أسس الدولة، ويأتي التمرد ليبني نظاماً جديداً. في نهاية العام الماضي توجه وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون إلى جهاز الأمن العام بطلب النظر فيما إذا كان من الممكن الإعلان عن منظمة لهذا تنظيماً غير مشروع أو تنظيماً إرهابياً. جهاز الأمن العام يرى أنه لا يوجد في هذه المرحلة أدلة كافية للإعلان عن منظمة لهذا اليمينية المتطرفة تنظيماً غير قانوني.